ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الكلمة دي ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. طبعا في ناس بيقول لك إلا ما ظهر منها الوجه والكفان، وهذا التفسير غلط للآتي. استندوا في هذا التفسير على أثر منقول من طريق خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها في ثياب الرقاق، فقال لها: المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهي وكفيه. أولا هذا الأثر ضعيف ما ثابت، فيه خالد ابن دريك وهو لم يدرك عائشة، الأثر ده ضعيف. قالوا فسرها ابن عباس بهذا التفسير، ضعيف عن ابن عباس، بل المحفوظ عن ابن عباس ما رواه ابن كثير والبغوي بإسناده وصاحب أضواء البيان الشنقيطي أن ابن عباس قال في قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن أن يسترن جميع أجسادهن ووجوههن إلا عينا واحدة يرين بها الطريق. هذا المحفوظ عن ابن عباس رضي الله عنه. طيب إذن التفسير إلا ما ظهر منها الوجه والكفين، تفسير ده ما صحيح، بل قال العلماء هو مخالف لنص الآية. ليه؟ قال العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية سر من أسرار التنزيل، وهي قال تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن، فأسند الفعل للمرأة، المرأة ما تبدي زينتها، ولا يبدين زينتهن. لما جاء في الاستثناء قال إلا ما ظهر منها، ما قال إلا ما أظهرنه منها. في الستر قال: ولا يبدين زينتهن، المرأة ليس لها أن تبدي شيئا من زينتها، قال إلا ما ظهر. قال العلماء: ظهر أي ظهر اضطرارا، ما أظهرته هي. طيب المرأة يا إخوانا لو براها كشفت وجهها وكفيت، تكون أظهرته هي ولا ظهر براه؟ تكون أظهرته هي. وهذا ليس مفهوم الآية ببساطة شديدة. الله ما قال إلا ما أظهرنه إلا ما كشفنهن، لا، الله قال إلا ما ظهر. لذلك فسرها ابن مسعود صحابي جليل، وابن عباس صحابي جليل، وعبيد السلماني من تلاميذهما، قالوا إلا ما ظهر منها هو ظاهر الثياب من الخارج. لذلك كل من فسر الآية بأنه إلا ما ظهر منها الوجه والكفين فقد أخطأ. طيب ربنا قال: ولا يبدين زينتهن، الوجه زينة ولا ما زينة؟ لو في زول قال الوجه ما زينة يبقى خالف القرآن وخالف السنة وخالف العقل الصحيح. أصلا بتقدر تقنع لك زول تقول للمرأة دي كرعيها زينة لكن وشها ده ما زينة، تقنع منه؟ المعروف عند من له علم والمعروف عند الجاهل. يا أخي المعروف حتى عند الفنانين والسفهاء لما يتغزلوا في وجوه النساء، فزينة المرأة أولى ما في الزينة الوجه. أصل لو دار تخطب امرأة دار تخطبها بتشوف شنو؟ ها؟ بتقول لهم صوروا لي كرعية جيبون لي أشوفين ولا كيف؟ زينة المرأة في وجهها. ولذلك هذه الآية وحدها تكفي. سبحان الله، ماذا فهم الصحابيات من هذه الآيات؟ نحن نتقيد بفهم الصحابة رضي الله عنهم. أولا لما أنزل في سورة النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قال ابن حجر العسقلاني معناها يغطين وجوههن،
ثم نقل أثرا عظيما عن عائشة رضي الله عنها. بتوريك الصحابيات فيه من شنو. خليني من فهم ناس ندير الصحابيات فيه من شنو من الآية دي. قال ابن حجر بإسناده قالت عائشة رضي الله عنها لما ذكر عندها نساء قريش قالت إن لنساء قريش لفضلا ولكني والله ما رأيت مثل نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. لما أنزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن قالت انطلق أزواجهن يتلون عليهن ما أنزل في سورة النور. قالت ما منهن امرأة ما في واحدة إلا وفعلت شنو ما منهن امرأة إلا وعمدت إلى مرطها. المرط الأكسية التخينة. إلا وعمدت إلى مرطها فاعتجرن به فخرجنا يصلينا الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهن الغربان. ده الفهم انه الصحابيات. السيد زول يقول لنا لا الآية دي مفهومة ما تغطي الوجه والكفين. انت افهم من الصحابيات صحابة رضي الله عنهن. فهمنا من هذه الآية ان تغطية الوجه عليهن واجبة. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى ولا يمكن أن يكون قد فهمنا هذا الفهم إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ده أنا بعتبره براو كفاية في أدلة الحجاب والأدلة كثيرة متوافرة